اليوتيوبر والستريمر الاسباني غريف جي لما كان عم يعلن عن السكن تبعه على تويتش حطم الارقام القياسيه لكل العالم ب 2.7 مليون مشاهد بنفس الثانيه كانوا عم يستنوا الاعلان عن السكن. يعني لا تقلي نينجا ولا تقلي تيفو ولا تقلي اي مشهور تاني كان عم يعلن عن السكن تبعه او كان عم يلعب فورتنايت. فان شاء الله بهذا المقطع رح احكي لكم عن البطوله الجديده القادمه تبع سكن غريف جي وكيف تقدر تحصل السكن بشكل مجاني والبيكاكس والرقصه وتاخذهم ويصيروا عندك بالجيب بشكل مجاني. فلا تنسى لايك وتشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وتكتب كومنت حلو برايك واكيد اهم شيء تشارك هذا المقطع مع كل اصدقائك لو استفدت. ويلا مع بعض فعلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. لو حابب تكون من احد الاشخاص اللي عم يربحوا الجيفتات على البث المباشر كل عليك انك انت تدخل على صفحه الفيسبوك تبعي وتكتب كومنتات وتتفاعل على البث المباشر ليكون من نصيبك ان شاء الله احد هدول الجيفتات. ولا تنسى انك انت تحط لايك وتكتب كومنت حلو واستخدم كود دعم بالاتم شوب نيمو 9 مشان يكون فرصتك اكثر وتكتب لي بالتعليقات على البث المباشر. خلينا ننطلق مع بعض ونحكي عن موضوع البطوله الخاصه بسكن غريف جي. طبعا البطوله اللي حتكون ان شاء الله قادمه معنا بنظامين، نظام السولو ونظام السكواد، وراح تكون بطور مخصص باسم اللافا. هذا الطور يا شباب ما نزل معنا من ايام الشابتر القديم. الطور اللي حيكون باسم ذا فلور از لافا، هذا الطور من ايام الشابتر الاول اللي لعبان الشابتر الاول بيعرف شو هو هذا الطور. الطور اللي حيكون ان شاء الله متوافر يوم 14 يوم 15 يناير وراح يبتدي معنا ان شاء الله البطوله، والاشياء راح تنزل معنا بالايتم شوب يوم 16 يناير، يعني بعد البطوله بيوم واحد راح تنزل اغراض كلياتها على الايتم شوب لو انت ما حتقدر تلعب البطوله وتحصل هدول الاشياء. طبعا هيك احنا عرفنا شو البطوله حتكون وشو المود تبعها وشو الاغراض تبعها. البطوله مثل ما حكينا نظام سولو ونظام سكواد، كل يوم نظام، اول يوم راح يكون نظام السولو وتاني يوم رح يكون نظام السكواد، فبياكم تركزوا بهذا الموضوع اكثر شيء. بالنسبه للهدايا للنظام الفردي او نظام السولو ان شاء الله، الهدايا اللي حتكون كالاتي، اللي حتكون رح يكون السكن ورح يكون الرقصه ورح يكون البيكاكس، هدول بالنسبه للنظام الفردي يلي رح يكون متواجد معنا، مجرد ما انك انت تلعب بطوله السولو رح يكون عندك الهدايا هدول متوفرين امامك اللي انت تاخذهم، طبعا حسب التوب تبعك رح اقول لك اني توب لازم تجيب. بالنسبه للهدايا بتاخذ السكن والفأس والرقصه، هدول بالنسبه للهدايا. طب كيف تقدر تحصل هدول الهدايا وشو النظام اللي حيكون؟ هذا الطور لمعلوماتكم ما حيتوفر فيه اي اسلحه، رح يتوفر فيه سلاح واحد اللي هو الهاربون او سلاح الصيد او تبع السحب، ورح يكون فيه موجود متفجرات، واهم شيء رح يكون معنا البيكاكس، هدول هن ثلاث اسلحه الموجودين معك بكل المواجهات، يعني بالمواجهه رح يكون معك فقط الهاربون والمتفجرات والبيكاكس تبعك، هي بالنسبه للاغراض والمواجهه اللي انت رح تشوفها بهدول الطورين، الطورين هدول لازم تجيب توبات معينه لحتى تحصل. بالنسبه للمواجهه الفرديه لازم تجيب من توب اول لتوب 3200 للسيرفر الاوروبي لحتى تقدر تحصل السكن والبيكاكس والراسة. طيب يا نيمو كم نقطة لازم جيب؟ بالنسبة للنقاط مو معروف حد هلا، لازم تلعب وتجيب نقاط عالية، ومن وقت ما الناس تعرق مثلا ممكن يجيب الناس 1000 نقطة، يمكن أعلى واحد يجيب 1000 نقطة، فهن اللي حيحسبوا من ال 1000 نقطة أعلى شيء لتحت، فما بيعرف حدا كم نقطة لازم تجيب، لازم تلعب وتعرق لحتى تقدر تحصل هدول الأشياء. بالنسبة للسيرفر الأوروبي مثل ما حكينا 3200 من المركز الأول لمركز 3200 لتحصل السكن والفأس والرأسة، وبالنسبة للسيرفر تبع ميدل إيست اللي هو الشرق الأوسط، هاد دائما السيرفر مظلوم يا جماعة، من المركز الأول لمركز 400 فقط، يعني لازم تكون معرق 1000 لحتى تقدر تجيب هاي الأشياء، من المركز الأول لمركز 400. وبالنسبة بقى للسيرفرات الثانية واضحة أمامك اللي هي سيرفر آسيا والبرازيل وغرب أمريكا وشمال أمريكا. وبالنسبة لنظام النقاط، نظام النقاط مثل مظهر امامك النقاط كتير عالية، يعني كل شغلة الى نقاط، مثلا الانتصار الملكي اللي حتاخد 60 نقطة، والمركز الثاني والمركز الثالث من 54 ل 51 نقطة، المركز الرابع 49، الصراحة كتير كتار، فما بدي طول المقطع، انا رح احط لك اياهم امامك، ولو حابب تشوفهم وقف المقطع وشوفهم. وطبعا مثل كل بطوله لازم يكون معك ال 2FA ولازم يكون حسابك فوق ليفل 30، مو البتل باس، الليفل كلياته تبع الحساب، يعني مو تكون فاتح حساب جديد هلا بهي الثانيه وتلعب فيه، لا لازم تكون لعبان فيه على الاقل مثلا ربع سيزون نص سيزون، المهم جاي بتكون ليفل عالي بالنسبه للاكونت تبعك، ولازم يكون معك ال 2FA يعني الحساب تبعك فول اكسس. هيك بالنسبه لموضوع المواجهه الفرديه. هلا بقى خلينا ننتقل بالنسبه للمواجهه الجماعيه اللي هي بدور السكواد رح تلعبها انت واصدقائك. طبعا اهم شيء اول شيء معنا لازم تكون انت والسكواد تبعك بشكل كامل باللوبي. وبالنسبه للنقاط، النقاط مثل هديك ولكن مغيره شوي. بالنسبه للانتصار الملكي بتاخذ 30 نقطه، والمركز الثاني والثالث بتاخذ 24 و21، وشوف الباقي امامك وقف الفيديو لو حابب تشوفه. وبالنسبه للجوائز للمواجهه الجماعيه وانت واصدقائك بشكل كامل، مشان تقدر تحصل الاشياء رح تاخذ بعض الاشياء، ما حتاخذ كتير شغلات، يعني رح تاخذ من هذا الموضوع كلياته، رح تاخذ سلسله المشاهير اللي هو الزي التجميلي وزينه الظهر اللي هي
الباك بلينك، هي بالنسبة للبطولة الجماعية. يعني لو انت دخلت انت والسكواد تبعك وربحتوا النقاط والتوبات المعينة، هلا رح اقول لك ياهن انا، رح تاخذ السكين ورح تاخذ الزي التجميلي اللي هو عفوا الظهرية والباك بلينك، يعني سكين وباك بلينك بالنسبة للمواجهة الجماعية. بالنسبة للتوبات، بالنسبة للسيرفر الاوروبي لازم تجيب من المركز الاول لمركز 800، هي بالنسبة للسيرفر الاوروبي. وبالنسبة بقى للسيرفر الميدل ايست، اذا الاوروبي ل 800 معناتها الميدل ايست قديش؟ لخمسة مثلا. بالنسبة للسيرفر الميدل ايست لازم تجيب من المركز الاول لمركز 100 حتى تقدر تحصل هدايا اللي هن السكن والباك بلينك. هيك احنا بنكون حكينا بالنسبة للهدايا. وفي بقى موجودة عندك الامريكا الشمالية والامريكا الغربية والبرازيل واسيا كلها تظاهرة امامها، هي بالنسبة للبطولة. ونفس الموضوع برجع بقول لازم يكون معك 2FA، ولازم حسابك يكون فوق ليفل 30 انت والسكواد تبعك بشكل كامل بالنسبه للبطوله مشان تقدر تشارك فيها وتحصل البطوله والاغراض. ولو انت ما حالفك الحظ وما لعبت البطوله، كل عليك انك انت تستنى لتاني يوم اللي هو يوم 16 ان شاء الله لحتى تنزل الحزمه طبعا بالايتم شوب، وتفوت على الايتم شوب تدعمني بكود دعم بالايتم شوب بموتس على اللي ظاهر امامك، وتشتري الاغراض اللي انت حابه، السكين والفاس والشنطه والرقصه واي شيء بدك اياه. رح يتراوح سعر الحزمه من 2000 ل 3000 في باكس، هي بالنسبه للسكين وللبطوله وكيف تحصله بشكل مجاني. فلا تنسى كود دعم بالاتم شوب نمرس على. وانت حابب تشتري الاغراض ومو حابب تشارك بالبطوله، بعتذر على التاخير اذا طولت عليكم، وكود دعم بالاتم شوب نمرس على. وبرعايه الله.